إذن شارك عشرات الآلاف من الجزائريين في مظاهرات حاشدة في جمعة الحسم مجددين مطالبتهم بضرورة سحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإنجاز إصلاحات جذرية في نظام الحكم. ولم ينتظر المحتجون في العاصمة لما بعد صلاة الجمعة وبدأوا بالخروج في عدة مواقع أصبحت ترمز للحراك الشعبي على غرار ساحة أول وساحة البريد المركزي وساحة أودان. هذا ومحاولة منها لمنع المشاركة في المظاهرات أوقفت السلطات خدمات القطارات ومترو الأنفاق، ما أربك بشكل واضح حركة المسافرين وأثار غضبهم، كما تميزت المظاهرات بحضور نسوي غير مسبوق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. هذا ودعت أحزاب المعارضة الجزائرية بعد اجتماع لها في وقت متأخر ليلة الخميس إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية لأنها تشكل خطراً على الاستقرار، مطالبة كذلك بالشروع في إصلاحات سياسية وقانونية لضمان حق الشعب في الاختيار، متحدثة عن استقالات جماعية من الحزب الحاكم لقياداته بما فيهم أعضاء في البرلمان. عدينا للمزيد، ورحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. ورحب بك سيد زيتوت. بداية، كيف تقيم الحراك في الجزائر اليوم؟ مرحبا بك. صراحة سعادة تغمر الجميع، سعادة تغمر الملايين في الجزائر في الحقيقة، الذين مشوا هم بالملايين. بعض وكالات الأنباء تحدث عن عشرات الألاف. نعم، كانوا قبل صلاة الظهر عشرات الألاف، بعد صلاة الظهر أصبحوا ملايين. حديث الآن أن في العاصمة شهدت مظاهرة لم تقل عن 2 مليون، هناك من قال ربما وصلت 3 مليون. وفي كل المدن، في كل القرى، لم تبقى مدينة واحدة في الجزائر لم يخرج فيها الناس، بل أن قرى صغيرة خرج فيها الناس. غير مسبوق، لم يسبق هذه المظاهرة في هذه البلاد، وأعتقد أنها ستعتبر ويكتب التاريخ عنها أنها واحدة من أكبر المظاهرات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. التقديرات اليوم تتحدث ربما أن عدد الذين خرجوا لا يقلون عن 15 مليون من أصل 35 مليون مقيمين في البلاد. يعني بقي فقط الشيوخ والعجزة والأطفال الصغار في الحقيقة. ولحد الآن لم يقتل شخص، لم يموت شخص، ولله الحمد في هذه المسيرات المليونية في عدة مدن. هناك تآخي كبير، هناك عودة للوعي، هناك عودة للروح، إلى درجة أقول لك شيء قد تستغربوا. عدد الذين كانوا يقتلون في الجرائم في الجزائر في ما قبل الحراك كان كبير، يعني كان لا أمن ولا تقريبا انتهت الجرائم في هذا منذ 15 يوم، انتهت الجرائم تكاد تنتهي يعني إلا في حالات قليلة. وخرجت الناس حتى في مناطق كان هناك يعتقد أن بينها عداء، منطقة غرداية، منطقة بني ميزاب، وهي 3 مدن مع بعض كانت حدثت خصومات وأججتها العصابة من قبل. خرج الناس المظاهرات اليوم مع بعض كما يقول عرب بني ميزاب، خرجوا مع بعض ورفعت شعارات واحدة وكلام واحد، وتعانقت الناس. بينما أنه كانوا حاجزين بيناتهم منذ حوالي 4 سنوات، كان هناك حجز بين الطرفين. نعم. فالتقوا وكان منظر من أروع ما يكون. ما هي دلالة هذا الإصرار من قبل الشعب الجزائري على الخروج، رغم أنه اليوم تم إيقاف حركة القطارات والمترو الأنفاق في الجزائر؟ شوف أخي، الناس في الجزائر صبرت صبر عظيم. صبرت على الفرنسيين، الاستعمار الفرنسي، صبر عظيم. ولكن في لحظة معينة اندفع الجزائريون إلى ثورة مسلحة، وكانت واحدة من أكبر الثورات والعالم كله شهد بها، ثورة 54. وبعد الاستقلال الناس قالوا هم جاءوا أهل البلاد وستكون أمور جيدة، لكن للأسف انحرفت البوصلة خاصة مع 92، وبدأ أن أولئك الذين الناس كانوا يظنونهم حكام فإذا بهم يدخلون البلاد في دمار هائل ويقتلون الشعب باسم محاربة الإرهاب الذي لم يكن موجود قبل الانقلاب. صبرت الناس على ذلك، صبرت الناس على التفقير، قاموا بعملية تفقير هائلة لبلد غني جدا، تعطيل طاقات هائلة من الشباب، الخيانات، النهب. أصبحت ظهرت طبقة صغيرة ربما لا تتجاوز 2% من السكان امتلكت كل شيء بالنهب
والغالبية العظمى راحت يزحف عليها البؤس والفقر. ثم الأكبر والأعظم من ذلك جاءت الإهانات، إهانات نظام يقدم رئيس منتهي تماما، قدموا إلى عهدة رابعة ولم يستطع هذا الرئيس أن يلقي حتى 90 كلمة، يقرأ 90 كلمة نتاع القسم الدستوري. مع ذلك حكموا من وراء الستار 5 سنوات باسمه بالرسائل، وهو في حالة يعني شبه ميت. مع كل هذا ومع الصبر العظيم الشعب الجزائري راحوا يذهبون إلى عهدة خامسة. فالناس قالوا بكل تأكيد أن الجماعة الحاكمة قد جنت، لأنها اعتقدت أنها أخضعت الشعب الجزائري خضوعا كاملا. كانت تصريحات ما يسمى برئيس الوزراء ويحيى والوزير الأول يقول انسوا الشعب لن يخرج أبدا. كانوا ظنوا أن مجازر التسعينات والقتل في التسعينات والإعدامات في التسعينات قد تخيف الشعب هذا للمطلق. ثم حينما الشباب الصغير أصبحوا يخوفونه بسوريا بليبيا بداعش، هذا الوزير الأول قبل أسبوع قال تريدونها سوريا أخرى في شكل تهديدي، حتى أن قائد الجيش أيضا صرح مرتين وتكلم عن المغرر بهم وعن المحرضين، ويعني كلام مستفز. كلما تصرح المسؤولين كلما زاد عدد الجزائريين المنتفضين. وها هي اليوم الجمعة العظيمة، جمعة الشهداء، جمعة العربي بن مهيدي، لأن هذا شهيد يجمع عليه الجميع، تنطلق بشكل حقيقة تبهر العالم وعبرت العالم هذه المسيرات في سلميتها وفي حضارتها. ولكن يعني تحدثت عن أنه لم يقتل أو يجرح أي أحد، ألا يحسب هذا للنظام، لهذه السلطة، أنها لم تواجه الشعب بالحديد والنار كما واجهته الأنظمة الأخرى في العالم العربي؟ هذا تفسير موجود في نقطتين. التفسير الأول أن داخل النظام ذاته هناك من فهم بأن اللجوء إلى العنف والقمع سيؤدي إلى كوارث حقيقية، وبالتالي كانوا يضغطون حتى لا يذهبون هذا الاتجاه. ولكن التفسير الأكبر والأكثر دقة وأنا الاطلاع على تفاصيل فيه كثيرة، هو أن القوات المسلحة سواء كانت درك أو شرطة أو جيش هي في غالبيتها العظمى، وقيادة الجيش تعلم ذلك، في غالبيتها العظمى ضد القيادة القائمة، القيادة العسكرية والمدنية، وهم ما يرعبهم وهم يعرفون، لأن المخابرات مطلعة على الأشياء كثير، أنهم إذا أمروا بالقمع فإن العنف قد يتوجه ضدهم من قبل القوات المسلحة، خاصة الجنود وصف الضباط والضباط الصغار. إذن كانت لديهم خشية كبيرة، وأنا حذرتهم في كثير من اللايفات وحذرهم آخرين من إخواننا بأنكم لا تقدموا على هذا، لأن هذه المرة سيخرج الجيش من أيديكم ويواجهكم. الحقيقة نحن لا نريد ذلك، ولا نريد أن يخرج الجيش، ولا نريد أن يواجه حتى هؤلاء الجنرالات. الشعب هو الذي يواجه هذه العصابات، والجيش يستطيع أن يلتحق به. والحقيقة أن اليوم هناك شرطة التحقوا بالمتظاهرين في عدة أماكن، خاصة في سوقه رأس. نعم، هل يعني ذلك بأن ربما هناك خلافات داخل السلطة الحاكمة بما فيها المدنية والعسكرية؟ لأنه البعض فسر كلام رئيس أركان الجيش منذ يومين وتذكيره بالعشرية السوداء وكأنه يوجه تحذيرا إلى السلطة ذاتها. في الحقيقة ما قاله قائد الجيش قائد صالح وعمره أكثر من 79 سنة ولا يحمل أي شهادة علمية أو يعني مستوى بسيط جدا، ما قاله كان تهديد، كان تهديد للشعب، تهديد للشعب، تهديد للشعب الجزائري. كل الذين قرأوها قراءة جيدة قالوا هذا تهديد واضح للشعب، خاصة أن قنواتهم وذبابهم الإلكتروني هدد الشعب بعد ذلك، مما أثبت الواقع. لا، هو كان في لحظة مثل ما كان بن علي قبل هروبه بأسبوع كان ما زال يهدد، ومثل كان مبارك في البداية وجنرالات كانوا يهددون، لكن في لحظة أو القذافي أو لكن في لحظة معينة الآن بعد هذه المسيرات الكبرى والضخمة والمظاهرات والجميع يعترف أنها سلمية، حتى هم اضطروا إلى الاعتراف بذلك. أمس هددوا أيضا برسالة كتبوها باسم بوتفليقة، قالوا سيكون هناك مندسين وبلطجة. ليس هناك، نعم حدثت بعض الأماكن ونحن نعرف أنهم بلطجيين، لكن قلنا للناس خذوا صور لكل من يكسر أو يحرق، وهذه الصور ستنتشر عبر الإنترنت. إذن الطاغية لا يستسلم بسهولة، نحن نعرف ذلك، والطاغية لا يفهم الشعب، منقطع عليه، يرى نفسه أنه هو كل شيء، لكنهم صدموا لأنهم منقطعين عن الشعب، لا يعرفون آهاته وصرخاته ومآسيه وبؤس الذي يعيش فيه في بلد غني وغني جدا، سكانه أقل من 40 مليون المقيمين فيه
يكفي لـ400 مليون بدون مبالغة. الجزائر مساحتها هي نصف مساحة أوروبا الغربية. طيب دعنا نشيك معنا سيد مولود حشلاف القيادي في حزب طلائع الحريات، ينضم إلي عبر الهاتف من الجزائر. ورحب بك سيد مولود. هل هناك مشاركة واضحة من قبل رموز المعارضة في هذه المظاهرات؟ مساء الخير. أولا نشكركم ونشكر قناتكم على كرم الاستضافة. أخي اليوم يوم تاريخي، يوم الملايين، أين خرجت الجزائر عن ذكرى أبيها معارضة أو يسارا أو يمينا؟ فاليوم يوم جزائري، أتكلم عن رأي الحرية وأكلمك وأنا بالضبط صاعد إلى قصر المرادية. إذا كنت تسمع الآن طائرات من فوق، حيث يمنع المتظاهرين بتاتا من الوصول إلى هناك، لكن ما أقوله لك هو أن الجزائريين اليوم في العاصمة لم نشهد العاصمة أبدا كما شهدناها. هو يوم تاريخي، لا يوجد أين يعني تضع أقدامك. فبذات كل المعارضة أقول، وما أتكلم عن طلائع الحريات، من رئيس حزبنا وقيادات ومواطنين، لا زالوا اليوم كمواطنين جزائريين ملتحمين مع إخوانهم في مطلب واحد، هو رحيل هذه السلطة السياسية. والله حرص بالنسبة للجزائريين اليوم، صنعوا حرصا بأتم معنى الكلمة أخي الكريم. فعاد من حاول الوصول إلى قصر الرئاسة حيث منعوا، فوالله لو ترى يعني صورة رائعة 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 جدا. نعم. طيب يعني المعارضة كيف تقرأ موقفها من هذا الحراك؟ المعارضة يا أخي، وأنا من حزب طلائع الحريات، ليست هنا لتتزعم شيئا أو لتركب شيئا مثل ما يقول البعض سامحهم الله. المعارضة كأشخاص وكناشطين هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع ومن هذا الشعب. كل من يشارك اليوم بكل الأطياف والتوجهات وحتى الإيديولوجيات هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب وجزء لا يتجزأ من هذا الحراك. نحن ننادي لكي نتآلف، لكي نتضامن، لكي نتوحد. هذه الجزائر يبنيها الجميع يا أخي، يبنيها الإسلامي والعلماني، المتحجبة والغير المتحجبة، يبنيها اليساري واليميني. هذه الفسيفساء الجزائرية هي شعب واحد ووطن واحد، خرج بقلب رجل واحد لديه رغبة واحدة. ليس هنالك من يريد أن يركب الموجة، قلوب لا تتكلم، ضمائر لا تتكلم، ليست هنالك شعارات. نحن شعب واحد يا أخي اليوم، معارضة ونخبة وطلبة وأمين، لا فرق بين هذا وذلك. نعم. أشكرك جزيلا سيد مولود حشلاف القيادي في حزب طلائع الحريات، كنت معي عبر الهاتف من الجزائر. سيد محمد العربي زيتوت، يعني خروج الشعب بهذه الكثافة كما تحدثتم أنت والضيف، والحديث عن استقالات داخل الحزب الحاكم وموقف المعارضة أيضا، هل يعني بأن السفن قد أحرقت وأنه لم يعد هناك مجال للعودة؟ نهائيا لا يمكن العودة لما قبل 22 فبراير، انتهى الموضوع. الناس كما قلت لك، عندما صبر الشعب الجزائري تاريخيا، هذه هي العقلية، يصبر إلى حد أقصى الحدود ثم عندما يتحرك يتحرك إلى أقصى الحدود. هذا المنطق، لأنه باختصار بسيط الناس قالوا كرامتنا فوق كل شيء، وطننا يجب أن لا يبقى يبث في السفهاء والفاسدين، لأن لم يقل فقط نهب من طرف عصابة من الجزائريين، أصبح الوطن الجزائري منهوب من القوى الكبرى، لأن النظام ضعيف ويحتاج دعم خارجي، فأصبح يقدم لهم كل المصالح الاستراتيجية والمالية والاقتصادية على حساب الشعب الجزائري. لا يمكن العودة أبدا لما قبل 22. ولكن يعني مطالب الحراك هل هي متبلورة واضحة؟ نعم. أم ما زالت في طور التبلور؟ هناك حديث من قبل المعارضة اليوم عن
ضرورة الإصلاح السياسي والقانوني وتأجيل الانتخابات وما إلى ذلك، هل هذا هو الحل برأيك؟ لا، بطبيعة الحال لا. بعض الذي تسمى معارضة، شوف في الجزائر في الحقيقة مثل في دائما في الأنظمة الدكتاتورية، هناك العصبة التي تملك السلطة ثم تخلق أو تنشئ نقابات مزورة، أحزاب مزورة، جمعيات مدنية مزورة، وتقول أنهم هؤلاء الذين يمثلون الشعب، بينما الشعب في حقيقة الأمر يكون غير ممثلا لا في الأحزاب ولا في التنظيمات ولا في النقابات إلا قليلا. هناك نقابات جيدة لكنها قليلة ومضغوط عليها إذن النظام عن طريق المزيفين الذين أنشأهم الطبقة السياسية التي أنشأها يريد أن يلف ويدور على المطالب الحقيقية. المطالب الحقيقية هو رحيل النظام، كل النظام. اليوم رفعت صور ووضعت فيها رؤوس كبار العصابة ووضعت في حاويات بلاستيكية تاع زبالة عزكم الله، ووضعت فيها هناك، بمعنى أنهم حتى هذا المرشح الذي كانوا يقولون مرشح معادل للنظام والجنرال الغديري هذا، لما خرج لكي يتظاهر مع الناس كادوا أن، لكنهم في نهاية المطاف تمسكوا أعصابهم وطردوه شر طردة، لأنهم يعرفون أنه يمثل السلطة المطرودة أو الجناح المطرود من السلطة، أنه يمثل المخابرات التوفيق. إذن الشعب يعرف ما يريد، وما يريده باختصار بسيط هو رحيل هذه العصابات، لأنها ليست نظام، هذه فوضى ورداء وخيانات واضحة. صحيح أن هناك من خرج على العهدة الخامسة حتى نكون منصفين، لكن تجاوز الآن المطلب العهدة الخامسة، وكل من يتحدث الآن على فقط العهدة الخامسة سيسحقه هذا التيار العارم، لا يقبل. ولكن هذه المطالب يعني بانتهاء النظام أو زوال النظام، البعض يرى بأنها مطالب غير واقعية، النظام لن يستسلم بهذه السهولة، وبالتالي سيدفعون هذا النظام إلى المواجهة مثلما قام النظام السوري والنظام المصري والنظام الليبي وغيره من الأنظمة العربية. شوف، النظام التونسي والمصري في البداية سقطوا، لكن المشكلة في مصر مثلا أنه استطاعوا أن يعيدوا من جديد في انقلاب ثورة مضادة كانت وراء الإمارات والسعودية وبدعم غربي. هل هذا ممكن؟ نحن قلنا لهذه الجماعة هذه اللي تحكم، خذوا أموالكم، أموالهم على كل حال هي أموالهم في الخارج يعني، ولديهم كثير من الفيلات في الإمارات العربية وفي فرنسا وفي إسبانيا وفي إيطاليا وفي أماكن أخرى، ولديهم حسابات بعشرات الملايين من الدولارات. قلنا لهم ارحلوا واتركوا البلد لأهله، والجزائر المشكلة هو في 1000 شخص فقط في الجزائر. نحن نتحدث عن العصابة الحاكمة هي 1000 شخص أساسا، طبعا هناك منتفعين وهؤلاء آخرين، لكن لنوا يدير كما يقال قلب الفساد وقلب العصابة هو 1000 شخص. يعني عندما يذهب 1000 شخص هناك 40 مليون جزائري يستطيعون أن يأتون بالآلاف. لكن أنت محق، قد يكون هناك رد فعل، خاصة والعصابة تجد نفسها في الحاجز. هناك 3 أشياء أعتقد أنهم يجعلهم يفكرون جيدا. الشيء الأول هو هذا الخروج العارم بملايين الملايين ومظاهرات غير مسبوقة، وبالتالي الشعب قال كلمته وسمعها العالم أجمع. الأمر الثاني أن القوات المسلحة ليست في أيديهم، وهي أمر بقمع المظاهرات، والشعب سينجر عليهم ويكون ضدهم، وقد يقتلون. قد يقتلون، نحن نحذرهم من هذا الاتجاه، أن يأمروا بقمع الشعب، هذا خطر عليهم قبل كل شيء. والأمر الثالث أن القوى الخارجية الكبرى، وهذا مهم جداً، ترى اليوم أن النظام الجزائري قد أصيب بالجنون، وأنه وهو أصيب بالجنون يريد أن يكون وكأنه خيار شمشون كما يقال. فهم الآن يضغطون من أجل أن لا يكون هناك رد فعل راديكالي من الشعب، فتكون ثورة عارمة فتطيح بالنظام وتطيح بكل المصالح القوى الكبرى في الجزائر. هم يريدون أن يحافظوا على مصالحهم في حدود معينة، بعضها مشروع وبعضها غير مشروع، وهم يضغطون عليهم، ولديهم ملفين رئيسيين، ملف أخلاقي لأغلبية المسؤولين الجزائريين، وملف الجرائم في التسعينات لكبار الجنرالات. يعرفون كيف يضغطون عليهم، ولذلك أعتقد أن هذه الأسباب الثلاثة ستجعل كبار الجنرالات ومن معهم يفكرون جيدا في أي عملية قمع قد يقدمون عليها. أحذرهم بشدة، لأنهم سيدفعون ثمنها غالي، ونتمنى أن لا يفعلوها، لأنهم في نهاية المطاف نحن لا نريد لهم حتى هم الموت، حتى هم لا نريد لهم الموت، نحن فقط نريد الأمن والاستقرار وقيام مجتمع راشد ودولة قوية بإذن الله.